بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس. اليوم بكلمكم عن شغلة جميلة جدا وهي خدمة الـ RSS. اللي ما يعرف الـ RSS ما يخالف، احنا اقول لك ايش الـ RSS. الـ RSS هي خدمة تقدم لك اياها مواقع كثيرة، تمام؟ الفائدة منك تاخذ خلاصة الموقع ببساطة، بس هذه الفكرة. ما يعني ان انا ممكن اقدم لك 100 موضوع، ال 100 موضوع هذه ممكن تشوف الخلاصة الخاصة بال 100 موضوع هذه بسرعة بأقل من دقيقة، تفهم كل اللي نزل وكل اللي صار بالموقع بدون ما تدخل الموقع. ممكن يعطيك إياه عن طريق جوالك أو ممكن توصل لك عن طريق قارئ البريد اللي عندك على الكمبيوتر مثلا. طيب هذه هي الفكرة، تمام؟ الفائدة منها زي ما قلت لك أنك تحصل على أفكار أو تحصل على قوائم مواضيع كثيرة. طبعا كثير كثير من المواقع تقدم الخدمة هذه، أول أصح كل المواقع بدون يعني استثناء، تمام؟ إلا أنه في يعني استثناءات معينة، بعض المواقع ما تقدمه يعني ما أدري قصتهم، لكن غالبا موجودة. طيب الخدمة هي يعني ممكن يكون بعضكم ما يدري الآن وش هي. مجرد أوريك شعار الخدمة راح تعرف الخدمة. هذه هي الـ RSS. طبعا ها هذا هو الشعار الخاص بالـ RSS. لما تشوف الشعار هذا بموقع تعرف تماما أنه الموقع هذا يقدم الخدمة هذه. طيب كيف أقدر أستفيد من الخدمة هذه؟ فين أوكي جوالي هو بجنبي بعيد هناك ما راح أجيبه. في برامج بالأندرويد، أنا ما أدري عن الآيفون الحمد لله ما استخدمه. في عندك برنامج اسمه RSS Daemon، تمام؟ RSS Daemon زي مكتوب تحت عندك بالوصف، هذا راح يقدم لك استفادة من الخدمة هذه. أما بالنسبة على الجنو لينكس في برنامج أحبه جدا وهو برنامج الإيفوليوشن. الإيفوليوشن برنامج قارئ بريد متكامل، ممكن تحصل على جهات الاتصال، مذكرات، RSS، حاجات كثيرة تمام موجودة بالإضافة إلى البريد. طيب كيف نقدر نستخدم الـ RSS وكيف نقدر نقرأ الـ RSS عن طريق الجنو لينكس؟ طيب خليكم معي، خلونا نشوف أول شيء البرنامج وين. على لينكس مينت او بلا صح على التوزيعات اللي جاي مع الابونتو غالبا ما يحطون لك الايفوليوشن، يحطون لك برنامج ثندر بيرد. الثندر بيرد عباره عن برنامج قارئ للبريد لكنه غير متكامل ولا يقارن بالايفوليوشن، لذلك تحتاج انك تكتب sudo apt-get install evolution بالشكل هذا، تمام؟ واضغط انتر. هذا اذا كنت انت على لينكس مينت او اي توزيعه خاصه بالابت-get. اما بالنسبه للتوزيعات الثانيه فيدورا وغيره فاللي عليك تسوي انك تبحث عن ايفوليوشن وتنزله. طبعا ممكن تنزله عن طريق الكيميل وحاجات ثانيه كثيره، لكن افضل ايفوليوشن نظرا للتكامل مع بيئه الجي تي كي. طيب خلصنا من تنزيل البرنامج، وانا حصل البرنامج. البرنامج غالبا بتحصله موجود مع برامج الانترنت او برامج المكتب، تمام؟ بالاصح برامج المكتب. طيب نفتح الايفوليوشن الان. اشغل هذه شوي. اوكي يا ابو شباب تمام اوكي فتح الايفوليوشن. طيب الايفوليوشن هذه الميزه الخاصه به، طبعا ممكن يطلع لكم رساله وما ادري ايش الاخر، لاني انا استخدم البرنامج هذا افتراضي اللي يشوف شيء يغض البصر. اوكي هذا هو البرنامج. نروح نجيب اول شيء رابط الار اس اس، لازم يكون معك رابط ار اس اس. من وين اجيبه؟ ادخل على اي موقع افترض عرب جنو لينكس، راح تشوف انه مثلا عرب جنو لينكس يقدم لك الخدمه لانه حاط لك الشعار هنا. لو ضغطت بشكل مباشر الان هنا راح يعطيك الخلاصه عن طريق المتصفح، تمام؟ زي ما انت شايف. طيب انا كيف اقدر استفيد من الخلاصه هذه اني اجيبها عندي على المكتب مثلا؟ خلونا ناخذ من رابط التدوينات. هذا رابط تدوينات، اضغط على الرابط او اضغط عليه مباشره من هنا، ثم خذ الرابط من الصفحه نفسها من فوق. طيب نسخ كوبي. طيب نروح للبرنامج، لو كان عندك برنامج بالعربي ما تخافش راح يشرح لك بالعربي وبالانجليزي. هذا هو البرنامج. اول شيء انت تحتاج الى انك تضيف الخدمه عن طريق edit ثم preferences، راح يطلع لك هنا قوائم البريد الخاصه بك، الايميلاتك الى اخره، كلها بتكون موجوده هنا. لكن انت لازم تدخل هنا علشان تفتح اللي يسمى بلوج ان يوز، طبعا نفس الفكره هذه اللي موجوده هنا. تنزل تحت زي ما انتم شايفين هذه ايميلاتي العزيزه، اضغط على نيوز اند بلوجز، تمام؟ زي ما انتم شايفين انا اضفت هنا عرب جنو لينكس واضفت عرب جنو لينكس الدعم الفني اللي هو المنتدى. اضغط على اد من هنا اللي هي اضافه، ثم الصق الرابط هنا. في هنا ادفانسد اوبشنز اللي هي خيارات متقدمه، لو ضغطت عليها الان في حاجات معينه. الاولى اللي هي هل هو مفعل او لا، ممكن تقول كذا بحيث انك تلغي الخدمه، تمام؟ في خدمه اللي هو شو فيد فول تكست، لو ضغطت هنا راح يعطيك قراءه كامله للفيد، ما راح يعطيك مختصر، راح يعطيك الموضوع كامل يجيك على البريد بدون ما تدخل الموقع، تمام؟ طيب في حاجه ثانيه اللي هي ابديت. الابديت ممكن من هنا تختار طريقه التحديث فيها اللي هو يوز جلوبال الابديت. لما تضغط على سند اند ريسيف الموجوده هنا اللي هي ارسال واستقبال راح يجيب لك القوائم. ممكن تحط على ابديت ان بحيث انه خلال عدد معين من الدقائق يسوي تحديث ويجيب لك
اللي هن التحديثات، ممكن تحط دونت ابديت فيد يعني لانك راح تسوي لها تحديث يدوي. طيب هذا بالنسبه لل، طبعا غالبا انا استخدم اللي هي جلوبال ابديت او وقت. تمام، اذا كنت مهتم جدا ممكن تحط وقت 10 دقائق مثلا. طيب ستوريج اللي هي التخزين، بالنسبه للتخزين هل انت حاب انك تخزن الفيدز الخاصه بالبرنامج عفوا بالار اس اس على جهازك او لا؟ ممكن من هنا تقول لك دو نوت ديليت فيدز، بمعنى انه راح ينزل كل حاجه ولا يمسح اي شيء. الخيار هذا انا ما احبه، انا احب اشوف الجديد فقط. كيف اقدر اسوي كذا؟ طيب في عندي يقول لك ديليت اول بات ذا لاست، اللي هي حذف الجميع بس اخر عدد معين، مما يعني انه راح يحذف كل التحديثات. بمعنى انك لو نزل لك مثلا الحين احنا الرقم هذا 10، هذا يعني انه راح يجيب لك اخر 10. لو كتب 15 او عفوا لو كتب 5 راح يمسح الخمسه القديمه ويترك الخمسه الجديده. طيب ممكن هذا 15. يقول لك هنا ديليت ارتكلز اولدر ذان، طيب هنا اللي هي المواضيع، هل ستمسح المواضيع اللي هي اقدم من او لا؟ طبعا ممكن تحط له برضه 15 نفس الحكايه. تمام، مما يعني انه راح يكون عندك هنا اخر 15 موضوع وراح يمسح المواضيع اللي هي اقدم من 15 يوم مثلا. عندك الخيار هذا، ممكن تمسح اي شيء غير موجود بالتغذيه نفسها، مما يعني انه التغذيه اذا حذف منها الموضوع هذا ما راح يجي لك الموضوع. تمام، وهنا على طول يقول لك احذف اللي هن الغير مقروءه. تمام، تلقائيا هذه الفائده منه. بالنسبه للتوثيق فغالبا ما تحتاج توثيق. تمام، غالبا لان الخدمه جلوبال للجميع فممكن انك ما تحتاج توثيق، لكن لو في توثيق انك ما تدخل الموقع الا عن طريق باسورد او ما تستفيد من ار اس اس الا عن طريق باسورد، حط علامه صح هنا واكتب المستخدم والباسورد حقك بس. الان نضغط على اوكي. لما تضغط على اوكي هو تلقائيا طبعا لانه يقول لك موجوده هي، لكن بعد ما انك تسوي اضافه راح يجيك اسم الموقع هنا على طول. طيب وبعدين بكل بساطه راح تجيك هنا مع نيوز اند بلوجز. طيب في طرق للترتيب، طبعا زي ما انتم شايفين هنا في عرب جنو لينكس، ثم يعني انه هنا مرتب جميع التغذيات الخاصه بعرب جنو لينكس. انا ممكن استفيد بعد طريق اني اضغط بالزر اليمين مثلا موف، يعني عندك هذه حاب انك تنقله مثلا من هنا الى مكان ثاني، ممكن اضغط عليها بالزر اليمين واضغط على موف. زي ما انتم شايفين هنا تلقائيا جاب لي هنا اخر 10 مواضيع مشترك بها انا. زي ما انتم شايفين اقدر اقرا الان عن طريق البريد بدون ما اني ادخل للموقع، هذه ميزه حلوه جدا، معنك راح يحصل لك كل شيء جديد. انا انصحكم فعلا انكم تشتركون بالدعم الفني بحيث ان المشاكل توصلكم اول باول، تشوفون طريقه حلول المشاكل، تستفيدون تزيد خبرتكم عن طريق الفيد الخاص هذا. طيب خلونا نشوف شلون نقدر نرتب، وهو اخر شيء راح نسويه. تضغط بزر الايمن هنا نيو فولدر بحيث انك تضيف المجلد جديد، تضغط هنا وين حاب تضيف المجلد، هل تحب تضيفه هنا هنا الى اخره. هو راح تضيفه انت على نيوز اند فلوجز، ممكن تسمي هنا مثلا جنو، تضغط انتر او كرييت عفوا، راح يجيب لك هنا قائمه جديده اسمها جنو. اضغط على الفيد الخاص بك اللي انت اضفته التغذيه، موف تو فولدر وبعدين اختار جنو مثلا، راح ينقلك اياه على جنو، فيكون عندك مجرد ترتيب. انت تعرف التغذيات هذه خاصه بالاخبار، التغذيات هذه موجوده الى اخره. التغذية هذه ممكن تستفيد منها بحاجات كثيرة، مواقع كثيرة إخبارية، تقنية، علمية، أشياء كثيرة كلها تقدم الـ RSS، لذلك استخدم الـ RSS راح تجدكم معرفة بدون بحث، ما يعني أنك مو كل يوم تدخل على الموقع، لا، كل يوم الموقع هو يرسل لك التغذية هذه وتستفيد منها. أتمنى أنكم الدرس هذا أفادكم، طبعًا أنا خصصت الدرس هذا ليش؟ أو بلا صح تكلمت عنه ليش؟ عشان أفيدكم وأوريكم مميزات الإيفوليوشن، وعلشان البعض يقول أنا أبي أستفيد خبرة، أبي أحل مشاكل، أبي أعرف، اشترك بالدعم الفني وإن شاء الله راح تشوف أول بأول المشاكل وطريقة الحلول وإلى آخره. أشوفكم إن شاء الله درس جاي جديد مفيد وفي أمان الله. صح نسيت أقول لكم، اللي يبي شيء ولا ها ولا شيء تحت الروابط الخاصة بالشبكات الاجتماعية اللي أنا موجود عليها، وموجود تحت رابط منتدى الدعم الفني. بالنسبة للرسائل الخاصة باليوتيوب، أتمنى ما حد يرسل لي أي شيء على الرسائل الخاصة اللي باليوتيوب. في أمان